بسم الله الرحمن الرحيم الله يبسط الرزق لمن يشاء وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وَ
إله إلا هو قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب بسم الله الرحمن الرحيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون صدق الله العظيم.